في الشأن المحلي، نظمت الجمعية العلمية للبيئة والمحافظة على التراث لولاية البيض حملة تشجير بسفح جبل كسال لاستكشاف المنطقة والتعرف على تنوعها البيولوجي، وهذا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر. العملية شاركت فيها مصالح البلدية والحماية المدنية ووجوه إعلامية بالولاية. محمد بن هركان. نظمت الجمعية العلمية للبيئة ومحافظة التراث فيما يخص البرنامج تاعها، نظمت رحلة إلى جبل كسال، واليوم كما تعرف أننا متواجدين في المنطقة هذه، منطقة تاريخية معروفة في المنطقة، تاريخية والسياحية والأثرية. حنا جينا نكتشفوا المنطقة هذه باش نعرفوا، باش نحاولوا كيف نحصوا النباتات المتواجدة فيه، نباتات الطبية والعطرية المتواجدة في المنطقة. في نفس الوقت عندنا جايبين معنا بعض الشجيرات من نوع البلوط للقيام بحملة تطوعية في الجبل. جينا هنا رحلة مع أعضاء الجمعية باش نكتشفوا النوعية تاع النباتات اللي متواجدة في الجبل هذا تاع كسال، وجينا تاني باش نشوفوا اسكو صديق هذه المنطقة تكون سياحية ولا باش بالك يكونوا دي بروجي في لافونيغ ان شاء الله يا رب العالمين. على إثر اكتشاف المنطقة وغرس بعض الأشجار والتعرف على بعض الأشجار مثل أشجار البلوط وفي مكافحة التصحر. الغابات لو كان يصنعوا شوية طريق هذه هنا، راني متأكد باللي العوايل اللي يجوا هنايا لهذ البلاصة هذه جبل كسال هذه ما يزيدش يولي، يعني يجيبوا وليداته يتنزه واحد التنزه ما خلقش كاع. ماذا بينا يا ودي نشوفوا كيفاش يصنعوا غير طريق برك هذه باش العوايل يوصلوا لهذ البلاصة.